خلي بالك من الصوت. شكرنا شكرنا. صباحنا وصباح الملك لله. صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا سبوح. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا قمر؟ مش هتخلق منك ابدا. مش صباح الحركه. مالك يا اخويا مستعجل كده ليه؟ عايزينك تكسب عداد والعداد عمال يعد. وعلى كل خد يا سيدي بالبركه اهو. صباح الفل ان شاء الله. طلباتك كلها اهي، وادي الفاتوره بالحساب، واول ما ربنا يكبرك ان شاء الله نروح الزبون. ما تحرمش منك طريقك اخضر. يا بطاطس يا كوسه يا اكيلة. صباح النور يا اختي. ايه يا بنت اللي اخرت كده؟ كنت بجيب لي لقمه مفتوحه، انا متفاجئه على لحم بطني. ازيك يا تفاح؟ تسلمي يا صباح. طب بقول لك ايه؟ خلي بالك من الفرش، انا هوصل لغايه البيت اشوف ايه اللي ورايا. رجع تاني؟ مش عارفه حسب ظروفي بقى. طب خلي بالك جاي. رايحه فين يا ام حمدي؟ صعبانه عليا الصباح قوي. هي هتلاحق على ايه ولا ايه؟ هي مالها ام حمدي؟ الولا حمدي مجننها، والواد كيف وشغل السوق يا اختي. هو كمان ولا تلفان، ومفيش بقى يختي غير السوق هو اللي هيربيه ويعلمه. الفلفل يا فلفل. ها وقفت. عليك فول يا بوحة. ازيك يا حاجة وزي الحال؟ فين يا حبيبتي؟ ولا بركة يا اختي؟ خلصت لي الجلابية؟ خلصت يا بوحة. طيب يا حبيبي، نهار زي القشطة، إن شاء الله ربنا يكبر بخاطرك النهار. يا صباح الفل والياسمين يا قشطة يا بوحة. ايه يا وليا؟ لسه جوزك طفشان؟ أو النبي يا روح. ما هو من لسانك اللي قد كده اللي تتلفحي بيه. نهاره زي الفل. هبعت اخد منك شوية فول حلوين. أخبارك إيه يا أختي؟ وأخبار ابنك أخباره إيه؟ الحمد لله. السخونية راحت؟ الحمد لله. طب يا أختي ألف بركة. صباح القشطة يا قط. يا صباح التفاح، حشني ولا بتاع؟ إيه ما عندكش ولا زبون يعني؟ قول يا هادي. ربنا يفتحها في وشك يا قط، يا شكلك فاضي. سلم لي على أمك.